الحمد لله الذي خصنا بأعظم كتاب أنزل وأكرمنا بأكرم رسول بعث وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. التصدق ربما من مفهومه الخاطئ عن الإنسان يبذل مالا أو كأن التصدق هو للأغنياء فقط وليس للآخرين، قال أنا ما عنديش درهم ما صدقش، ولكن لك مجالات أخرى تفوق الصدقة. فإذا علمنا بأن الابتسامة في وجه أخيك صدقة في رمضان، هذه معاملة، المعاملة تظهر في رمضان، وأن الإصلاح يظهر في رمضان، وأن فعل الخير يظهر في رمضان. هذا هو مناسبة لإبراز الصفات الحميدة، مناسبة لأخلاقة الأفعال والأقوال. ننقص من هذه الشتم أو السب أو الغضب الغير المبرر، وأنت صائم تسمع يعني كلمات نابية في المجتمع لا يقولها الإنسان، وربما ينكر هذا الفعل وهذا القول عند الناس. ربما كاين ظاهرة ننظر لها ونشوفها بأن الإنسان عندما يكون في حالة غضب يبدأ الناس يبتسمون وكأنهم يشجعون على أقواله وعلى غضبه، وهو يزيد في غضبه ويزيد كذا، لأن الناس يضحكون وكأنهم يشجعونه وكأنه يشجع، وهذا ليس من أخلاق المؤمن وليس من أخلاق المؤمنة، وإنما يتعوذ الإنسان وينهيه ويبين عدم رضاه بهذا الفعل. أيضا ربما في رمضان الأفعال اللي ربما تبرز وهي التعاون مع الناس والمساعدة وبذل العطاء.